عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ النهارده معانا درس قصير جدا بس مفيد برضو جدا جدا. في كتير بنات ما تعرفش تفك الخيط السلسله زي ما انتم شايفين، هو بيجي بالشكل ده عشان نعمله الكور زي الصوف كده عشان نعرف نشتغل بيه. الطريقه الصراحه سهله جدا وسلسه، ان شاء الله يعني هتحبوها وهيكون سهل عليكم جدا. كل اللي هنعمله يعني احنا معانا هنا في الخيط ربطتين، صح؟ انا شفت يعني حاجات كتير يعني وناس كتير منزلة فيديوهات انه بيفكوا الناحيتين وبيحطوها يا على خشب يا على كرسي يا على اي حاجة يعني، وبيقعدوا يلفوا الكلام ده. لا، في طريقة ابسط من كده بكتير. انت هتلاقي اي طرف منهم، مش مهم، هتلاقي الطرف الخيط بتاعه وتفكيه بس طرف واحد بالشكل ده. يعني هنا الخيط اهو عايزين نفكوه زي ما شايفين اهو، ده طرف الخيط افكه بالشكل ده، والطرف ده هسيبه مربوط زي ما هو، هسيب الشلة كده، هاخد الخيط اهو اللي معايا اللي انا فكاه اهو، وهسحب هنا، هشد هنا شوية كده وهسحب. بصوا بيفك معايا بسهولة جدا يعني اهو زي ما شايفين. يعني انا اهو الخيط اهو معايا، هبدأ الف بالشكل ده، هطلع كده وهبدأ الف اهو، وهو بيسحب معايا زي ما انتم شايفين اهو بطريقة سلسة جدا وسهلة جدا جدا. مش هياخد معاكي دقيقتين الا انت مخلصاها، هتخلصي يعني كده يعني الشغل بسرعة اهو. بصي طول ما انا بسحب الخيط بيسحب معايا بالشكل ده، زي ما انتم شايفين اهو اتلف معايا بسرعة، ودي نهاية الخيط بالشكل ده. يعني الخيط كله مش هياخد معاكي دقيقتين، وان شاء الله هتدعي لي. وبكده طبعا دي اخر حاجة اهو، هتفكيها بس يعني دي مش حاجة. زي ما انا قلت لكم اهو دي النهاية. فيديو سهل جدا وبسيط بس مفيد جدا، ان شاء الله تستفيدوا منه كلكم يعني. وشيروا الفيديو مع اصحابكم، مع كل اللي بيشتغل كروشيه عشان يستفاد من الفيديو. وان شاء الله استنونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.